بتصبح على حضراتكم من جديد، وخلينا نروح معاكم في جولة عشان نتابع فيها متوسط أسعار صرف العملات الرسمية وأيضا أخبار الطقس. لكن هنبدأ معاكم بأسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ بالدولار الأمريكي، بيع سعر البيع 18 جنيه 82 قرش والشراء 18 جنيه 74 قرش. أما اليورو فسعر البيع 19 جنيه 79 قرش والشراء 19 جنيه 70 قرش. أما بالنسبة للجنيه الاسترليني فسعر البيع 22 جنيه 89 قرش وسعر الشراء 22 جنيه 78 قرش. فرنك سويسري بيع 19 جنيه 78 قرش، أما الشراء 19 جنيه 68 قرش. نروح لليوان الصيني فسعر البيع 2 جنيه 81 قرش والشراء 2 جنيه 79 قرش. ريال السعودي بيع 5 جنيه فاصل 1 وشراء 4 جنيه 99 قرش. أما دينار الكويتي فسعر البيع 61 جنيه 37 قرش والشراء 61 جنيه فاصل 3. بالنسبة للدرهم الإماراتي فسعر البيع 5 جنيه و12 قرش وسعر الشراء 5 جنيه و10 قروش. طيب نروح لأسعار الذهب. أسعار الذهب عيار 18 سعر السوق سجل 857 جنيه، عيار 21 سجل 999 جنيه، أما عيار 24 فسجل 1142 جنيه. طيب جنيه الذهب سعر السوق 7992 جنيه. دلوقتي خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة كده سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وفي أيضا نشاط للرياح على بعض المناطق، وكمان هيكون في ارتفاع في نسب الرطوبة بالنهار، ده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بمعدل درجتين لثلاث درجات. درجات الحرارة النهاردة هتكون يعني هنبدأ بالقاهرة، درجة الحرارة في القاهرة 34، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 درجة، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. هنتابع كمان مع حضراتكم أخبار الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.